من العجائب أن نخلة اختارت أنها تنوض وسط الساقية، وسط الساقية ديال الماء. أنا غادي نمشي عندها ونوريها لكم. هذه الساقية كدوز الماء للبساتين، واحد النخيلة هي، والمعروف على النخل أنه كينوض في الواحات في الصحراء. ها هي في الناضج، ها جيها اختارت تنوض في هاد الساقية هادي. والله يكمل عليها بخير ان شاء الله، يطول الله العمر وناكلو منها التمر. هذا بينا